بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في البداية أود أن أتوجه للشكر بمجموعة الشباب About Dent ولزميلها المنسقة الزهراني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن ينفع بنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. الشباب طلبوا مني محاضرة عن الكلينيكال ستادي ميثودولوجيز، اللي هي طرق البحث العلمية الطبية. طبعا الموضوع هذا كما تعرفون هو موضوع كبير جدا، لا يمكن طرحه في حلقة أو حلقتين. حاولت أنه أقسمه إلى مجموعة حلقات، إلى 4 حلقات إن شاء الله. حاولت أن يكون الموضوع مبسط إلى قدر الإمكان، واضح. بذل جهد، أسأل الله التوفيق. أتمنى أن يعجبكم العرض، وأتمنى أن يكون واضح، وأرحب بالأسئلة تكتبونها في الكومنت إن شاء الله. بالطبع محاضرة اليوم هنالك بعض الاعتبارات في اختيار نوع الدراسة، وهنالك خطوات نحتاجها في الكلينيكال ريسيرش. سؤال البحث راح نتكلم عنه إن شاء الله، والليتريتشر ريفيو أو الليتريتشر ريسيرش في أي بحث، الكلينيكال بروتوكول، حجم العينة إن شاء الله راح نتكلم عنه، أنواع الدراسة وهو موضوعنا الرئيسي، ثم سنتكلم عن النوع الأول اللي هو الديسكريبتيف ستادي ديزاين. الاعتبارات التي يجب أن يأخذها الباحث في الحسبان في أي بحث هو سؤال البحث أو فرضية البحث. يجب أن تكون واضحة وقابلة للإجابة أو قابلة للتعميم. إذا كان سؤالا يجب أن يكون قابل للإجابة، إجابة واضحة ومقنعة للقارئ ومعتمدة على بيانات تثبت ذلك. وكذلك إذا كانت فرضية، الآن لازم نعرف الفرق بين السؤال وبين الفرضية. فالسؤال يحتاج إلى إجابة بالأرقام، والفرضية كل جميعها تحتاج إجابة بالأرقام، لكن السؤال أن تطرح البحث على شكل سؤال، هل هل هل. ولكن الفرضية مثلا نقول على سبيل المثال من الفرضيات إنه السمنة سبب رئيسي في الإصابة بمرض السكري، هذه فرضية. لو قلبناها الآن على شكل سؤال بنقول إنه هل السمنة سبب رئيسي في الإصابة بمرض السكري، فهي طريقة طرح السؤال، طريقة طرح السؤال أو الفرضية. السبجكت اللي هو عينة الدراسة، طبعا الريسيرش مودل أو الريسيرش مثل طريقة البحث، مثل ما قلنا أنه هنالك طرق عديدة للبحث في هذا المجال. يجب على الباحث أن يختار الطريقة الأنسب لبحثه. لا نستطيع القول بأن طريقة أفضل من طريقة أو طريقة أقوى من طريقة، كل طريقة لها إيجابيات، لها نقاط قوة ولها نقاط ضعف، ولكن يعتمد على الموضوع وعلى سؤال البحث. نقول أن اختيار طريقة البحث يعتمد على سؤال أو فرضية البحث ونوع البيانات أو نوع عينة البحث. نوع البيانات وتحليلها، طبعاً في البداية يجب على الباحث أن يعرف ما هي البيانات التي يحتاجها، ثم كيفية تحليل هذه البيانات، وكيفية الداتا ريبورتينج، كيفية كتابة هذه البيانات. طبعا هنالك بعض الخطوات لا يمكن تعميمها على جميع البحوث، ولكنها بشكل عام يتفق أغلب الباحثين عليها، وهو develop a question generated or motivated by experience. إنه تقوم بوضع سؤال بناء على خبرتك، بناء على معرفتك في المجال أن تضع السؤال. لا تعتمد على قراءات الآخرين أو على كتابات الآخرين، اعتمد على نفسك وقدراتك في طرح السؤال اللي تستطيع الإجابة عنه فيما بعد. حاول دائما أن السؤال يكون واضح، يعني ربما تسمعون هذه الكلمة أكثر من مرة، حاول أن السؤال يكون واضح وقابل للإجابة. السؤال هو الفرضية. طبعا الخطوة الثالثة البحث في الدراسات السابقة، هذا مهم جدا. فحاول أن تغطي الموضوع في الدراسات السابقة، تعرف الآخرين إلى أين وصلوا، هل تمت الإجابة على سؤالك بشكل كافي وشافي وشامل،
أم أن هنالك بعض الثغرات التي لم يغطيها الباحثون السابقون؟ من الطبيعي دائما أن الشخص لا يبدأ من الصفر، تبدأ من حيث انتهى الآخرون، فهنا تحتاج إلى أن تطلع على دراسات سابقة، على أبحاث سابقة، تعرف عن ماذا أجابوا في سؤالك، ثم تجد مجموعة ثغرة أو مجموعة ثغرات تحاول الإجابة عليها. دائما على الباحث أن يكون ذكي في اختيار سؤال البحث وفي اختيار فرضية البحث، وأن يكون دقيق. You have to be critical. لازم تكون دقيق جدا حتى يكون الوصول إلى الهدف أو تطبيق الدراسة سهل جدا. فوضوح السؤال يعطيك القدرة على الوصول إلى الإجابة عليه بسهولة. طبعا من الأشياء المهمة جدا في البحث العلمي أن تكون على معرفة بالأدوات التي تحتاجها، بالمواد التي تحتاجها، بالقدرات الشخصية التي موجودة لديك، بالإمكانات الشخصية عندك، بالوقت الذي تحتاجه. قد يتعارض مع أعمال أخرى لك فلا تستطيع تنفيذ هذا البحث، خاصة إذا كان يتعلق بإكسبرمنتال. طبعا تحليل البيانات، دائما نعرف أنه تحليل البيانات تحتاج برنامج الـ SSBS. تمام، البرنامج هذا أنا شخصيا غير متمكن، أعرف جزء كبير من هذا البرنامج، لكن بعض الخصائص والمزايا أستعين بأشخاص في هذا المجال، وهذا شيء طبيعي أن الباحث يستعين بشخص آخر أو شخصين أو ثلاثة يساعدوه في البحث، فهذا عرف سائر بين الباحثين ولا شيء في هذا، يعني هو ليجل. طبعا تحتاج أنك تعيد، وهذا ربما يتكرر، أنك تعيد صياغة السؤال بعد ما تطلع على الليترشر ريفيو بشكل كامل، بعد ما تعرف الأدوات المتاحة لديك، الماتيريال المتاحة لديك، إمكانية تنفيذ هذا البحث. أحيانا تضع سؤال كبير جدا ولكن تجد الإمكانات عندك غير كافية للإجابة على هذا السؤال أو للإجابة على الفرضية، فتحتاج أنك تغير وتبدل في السؤال. أحيانا بعد الميثودولوجي، وأنا لي تجارب في هذا الشأن، اضطريت أنه أغير السؤال أو أقلل من السؤال. أحيانا بعد الريفيو، بعد ما أرسل الأرتيكل المجلة للتحكيم، تجد أنه المحكم الريفيور يذكر أنه السؤال كبير جدا ولكن تمت الإجابة على أجزاء منه، فتضطر أن تعيد تكييف السؤال يتوافق مع إجاباتك. طبعا اختيار choose the appropriate subject، طبعا هنا تختار عينة الدراسة، هذا مهم جدا، تحتاج أنك تعرف عينة الدراسة وكيفية التعامل. فمثلا إذا كانت عينة الدراسة مجموعة من الأطفال، تحتاج أن يكون عندك السكيلز أو البروسيجر اللي تعرف شلون تتعامل مع الأطفال عينة الدراسة، أو إذا كانت عينة الدراسة من كبار السن على سبيل المثال، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتحتاج أنك تختار العينة بعناية، including the control of appropriate. تحتاج أنه تعرف كيف تسيطر أو كيف تتحكم في هذه العينة بسهولة وبأقل التكاليف. الآن من الأشياء، من المراحل أصلاً، تحليل البيانات، تحتاج أحياناً بيوستاتيكال يساعدك في هذا الشأن، وهذا شيء طبيعي. الرايتنج، إذا كنت بتكتب بحثك بالإنجليزية فمن الطبيعي أنك تحتاج بروف ريدر، لأنك you are not native speaker، يعني you are not native English speaker، فأنت ليس صاحب لغة، فدائما الغير المتحدث الرسمي باللغة أو المتحدث الذي يكتب بلغة غير لغته الأم سيواجه بعض المشكلات، فمن الطبيعي أن تستعين بشخص يساعدك في هذا المجال، هي تسمى بروف ريدنج، وهي في النظام البريطاني مسموح أنك تستعين بشخص يساعدك في هذا المجال. طبعا إن شاء الله في النهاية البحث يحصل أكسبتانس، إذا حصلت ريجكت للبحث فأرجع وشوف نقاط المحكمين، ودائما المحكمين مثلا اثنين أو ثلاثة، تجد اختلاف بين آراء المحكمين لأنه يعتمد على قدرتك في إقناع القارئ، فأنت تستطيع أن تقنع قارئ ما بنسبة معينة بينما قارئ آخر لا يقتنع، فهي تعتمد بشكل كبير على طريقة عرضك للبيانات وقدرتك على سهولة العرض ووضوح العرض للبيانات. طبعا نجي هنا للمهمة الأولى في البحث العلمي، اللي هو السؤال، سؤال البحث.
The importance of the question. هو مهم جدا سؤال البحث وعنوان البحث هذا مهم جدا. فأول شيء تحتاج أنك تعرفه اللي هو انتشار إذا كنت ستدرس مرضا ما مثلا، فأنك تحتاج how big a burden for the illness. ثم المرحلة الثانية تحتاج أهمية هذا، أهمية الإجابة أو أهمية البحث في هذا المجال، خاصة الجزء المالي، الكوست افكت لهذا البحث، ماذا سيعالج هذا البحث. النقطة الثالثة وهي المهمة، is the answer to this question a key component of a larger question. أحيانا تحتاج مثل ما ذكرت في البداية أن السؤال يكون في إطار معين ضمن إطار أكبر. فعلى سبيل المثال لاحظ المثال جيد، تحتاج مثلا أنه لو درسنا مثلا على سبيل المثال السمنة، تمام، تحتاج أنك تحدد السمنة مثلا على مرحلة عمرية مثلا نقول بين 10 و15 مثلا، فهذا جزء من سؤال أكبر عندما تتكلم عن السمنة في المجتمع السعودي، ثم تحدد بفئة عمرية معينة، فأنت جاوبت على سؤال أصغر من سؤال أكبر. طبعا what's the status of the area، تشوف الدراسات السابقة في نفس المجال، how much exploring is still needed. مثلا لو طلعنا على دراسات السمنة، احنا اليوم باخذ السمنة كمثال، لو طلعنا على دراسات السمنة تبحث عن دراسات سابقة تكلمت عن السمنة في المجتمع السعودي مثلا، ومن وجهة نظر كباحث وقارئ شوف وين النقاط التي لم يتم تغطيتها في الدراسات السابقة. How well supported is the hypothesis؟ لو كان السؤال على صيغة فرضية فهو نفس الكلام، تحتاج تعيد نفس الأشياء، نفس النقاط، إنه مدى الانتشار لهذه الظاهرة ومدى أهميتها ومدى أهمية الإجابة على هذا السؤال. هناك بعض النقاط المهمة، factors that might possibly help to develop a reasonable research question. هناك بعض الأسباب الرئيسية وبعض العوامل الرئيسية التي تساعدك على إيجاد سؤال منطقي، اللي هو قلنا literature review، الدراسات السابقة، ثم عامل الوقت، كم تحتاج من الوقت للإجابة على هذا السؤال، cost of material test and assistance، اللي هي تكلفة الدراسة بشكل عام من ناحية المواد، من ناحية اختبار الدراسة، من ناحية إيجاد العينة. ثم هل بالإمكان إيجاد sufficient number and types of subject. على سبيل المثال لو احتجت أنه أدرس عن مرض جديد، أجري دراسة عن مرض معين في منطقة معينة، كم عينة الدراسة؟ هل سيتوفر لي الرقم اللي أحتاجه؟ هل سيتوفر عينة الدراسة كافية؟ هل ستوفر لي قلنا أنه عينة الدراسة كافية، وهل سيتوفر لي أنواع من نفس أنواع متعددة من نفس فئة الدراسة؟ ثم هل لدي القدرة على تجميع العينة وتحصيل العينة بسهولة؟ بالإمكان أنه تبحث عن زميل متخصص أو مهتم في نفس المجال يكون مساعد معك، يكون كوأوثر، فهو يقوم بجزء من الشغل وأن تقوم بالجزء الآخر، خاصة في الديتا كولكشن. طبعا النقطة الأخيرة تكون الإثيكال أبروفل، اللي هي أخلاقيات البحث. طبعا أخلاقيات البحث حسب حد علمي إلى الآن وتجاربي السابقة، أتكلم عن تجربة شخصية، تأخذ الكثير من الوقت وتحتاج تعبئة الكثير من النماذج. طبعا عندنا في السعودية جميع الجامعات بلا استثناء، أتكلم عن جميع الجامعات، موجود لديهم لجنة أخلاقيات بحث، بالعادة تكون تابعة لكلية الطب. طبعا الليترشر ريفيو تحتاج أن تقرأ في موضوعك، موضوع محل اهتمامك بعمق، وتتابع الدراسات السابقة وتركز على الدراسات الحديثة. دائما احرص على دراسات العام الماضي، لا تبحث في دراسات أو تقرأ في دراسات مضى عليها 5 سنوات، لأن الطب أو غير الطب العلوم بشكل عام متجددة ومتسارعة. فلما تقرأ آرتيكل عن موضوعك قبل 5 سنوات أكيد أنه جاءت أشياء جديدة على الموضوع، فدائما احرص على الأبديتد، احرص على الأبديتد آرتيكلز.
طبعا عينة الدراسة، نقول بشكل عام كلما كانت عينة الدراسة أكبر كلما كانت الدراسة أقوى، كلما كانت عينة الدراسة أكبر كلما أعطت نتائج أفضل. احرص دائما أن عينة الدراسة تكون كبيرة قدر المستطاع. عينة الدراسة لازم تكون كبيرة قدر المستطاع، وأن تكون قادر على إدارة هذه العينة، قادر على التعامل مع هذه العينة، قادر على التحكم إن صح التعبير في هذه العينة والحصول على نتائج منها. فهذا هذه النقطة مهمة. تكلمنا عن أهمية السؤال، ثم نجي في المستوى الثاني اللي هو الليتريتشر ريفيو واللي هي الدراسات السابقة، تحتاج أن تركز على الأبديتد. ثم نجي إلى عينة الدراسة، تحتاج أن عينة الدراسة تكون كبيرة جدا. كلما زاد عدد عينة الدراسة كلما أعطى البحث قوة. طبعا الآن ما تم إلى حد الآن هي مقدمة، الآن نجي إلى عينات، إلى أنواع الدراسات. هناك أنواع مختلفة جدا من الدراسات. نوع الدراسة أو الستدي ديزاين يعتمد على السؤال، يعتمد على الفرضية. لا نستطيع القول أن دراسة أفضل من دراسة، دراسة أحسن من دراسة. الكثير يتكلمون عن هذا، ولكن هذا غير منطقي، لأنه بناء على السؤال وبناء على الفرضية أنا أختار طريقة الدراسة. لا يمكن، يعني أنا أكررها أكثر من مرة، ربما آخرون يختلفون معي بذلك، أن هنالك دراسة أقوى من دراسة. لا، أنا أقول إنه الدراسة تعتمد، اختيار نوع الدراسة يعتمد على السؤال أو الفرضية. طبعا لو تلاحظون هنا في الرسمة، بشكل عام جميع الدراسات الكلينيكال ستادي ديزاينز هي تقسم إلى قسمين، الديسكريبتيف والاناليتيكال، طبعا اللي هي الدراسات الوصفية والدراسات التحليلية. لو جينا هنا للنوع الأول اللي هو الديسكريبتيف، اللي هي الدراسات الوصفية، هي نوعين، عندنا السيرفي وعندنا الكواليتيف. طبعا السيرفي اللي هي الكروس سكشنال، الكواليتيف اللي هي الكيس ريبورت والكيس سيريس. لو جينا للنوع الثاني اللي هي الدراسات التحليلية، هي نوعين، عندنا observe machinal وعندنا experimental. طبعا اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن النوع الأول من الدراسات في الحلقات القادمة إن شاء الله. كما ترون الموضوع كبير جدا، راح نتكلم عن experimental في الملاحظة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. ثم في محاضرة لاحقة سنتكلم عن الobservational. فدعونا نبدأ مع النوع الأول اللي هو الديسكريبتيف، ولكن أنا وضعت هذا السلايد للمقارنة نوعا ما. فلو تلاحظون إنه descriptive studies provide us with the information in the occurrence of a certain outcomes over time. طبعا الدراسات الوصفية هي تعطينا وصف لما هو موجود، وصف لأشياء موجودة، لحدوث أشياء حدثت وموجودة. بينما الدراسات التحليلية هي تقوم بدراسة العلاقة بين عامل تأثير وبين مخرج. فلو قلنا على سبيل المثال، مثل ما قلت أنه راح أكرر كلمة السمنة، يعني الآن الشائع والرائج والمعروف أنه السمنة هي أحد أسباب الإصابة بمرض السكري. الدراسة التحليلية تدرس العلاقة بين السمنة والإصابة بمرض السكري. يكون عندنا البريدكتور اللي هو السمنة، الأوتكمز الإصابة بالسكري. الدراسات التحليلية تدرس هل فعلا السمنة كعامل كبريدكتور هي سبب رئيسي في الأوتكمز اللي هو الإصابة بالسكري. بينما لو جينا للدراسات الوصفية، الدراسات الوصفية ما تدرس الموضوع بهذا الكلام، تدرس مثلا انتشار السمنة في المجتمع، مثلا انتشار السمنة في الأطفال، وصف لشيء موجود فقط. طبعا من انواع الدراسات الوصفيه قلنا الكيس ريبورت، الكيس سيريس، الكروس سيكشنال سيرفي، هذه الاشهر في الدراسات الفرضيه، الدراسات الوصفيه، ودائما تقود الى جينيريتينج ا هايبوثيسيس، هي تقود الى اعطاء فرضيه. طبعا كما راينا سابقا في الرسمه ان الدراسات التحليليه تقسم الى تو كاتيجوريز، اوبزرفيشنال اند اكسبيرمنتال.
طبعا الكيس ريبورت او الكيس ستادي، ممكن نقول عنها الكيس ريبورت او الكيس ستادي، is the most basic descriptive study design and focuses on an individual with unusual disease. طبعا النوع الثاني، the key distinction between descriptive and analytic studies relates to the quantification of data. طبعا هو يعتمد هنا العلاقة اللي درست العلاقة بين الديسكريبتيف والاناليتيك، يعتمد على البيانات الموجودة. طبعا يذكر هنا ان الديسكريبتيف ستاديز بروفايد ذا فريكوينسي اوف ايفنت وذ اوت اني ستاتيكال داتا، هي تعطي وصف فقط من دون تحليل. بسم الله. بالنسبة للديسكريبتيف اللي هو النوع الاول، كلنا تكلمنا عن الكروس سيكشنال السيرفي بيسد. صراحة يعني لاحظت للأسف الشديد في للبحث أغلب الباحثين السعوديين، لا نريد أن نعمم، يتعاملون مع الموضوع هذا، أو أغلب أبحاثهم تكون في هذه الجزئية للأسف الشديد. المفروض أنه يعني حسب ما طلعت على قواعد البيانات ISI أنه أغلب الأبحاث عندنا في الجامعات السعودية من هذا النوع، بينما النوع الأهم اللي هو يعتمد على الإكسبرمنتال. طبعا الان تقولون عني اني تناقض، لا ما لاني في البدايه قلت ما في عينه افضل من عينه، لا طبعا قلت لا يوجد عين طريقه دراسه افضل من طريقه دراسه، هذا يعتمد على نوع السؤال، لكن يوجد سؤال افضل من سؤال. فلما اتكلم عن مدى انتشار السمنه في المجتمع السعودي، هذا سؤال جيد، لكن لما اتكلم عن مدى او علاقه السمنه بالاصابه بمرض السكري، هذا السؤال الثاني افضل. فيعني عودا على بدء، لا يوجد ستادي ديزاين افضل من ستادي ديزاين، لكن يوجد سؤال افضل من سؤال، يوجد سؤال افضل من سؤال. نجي هنا للنوع الاول من الديسكريبتيف اللي هو الكروس سيكشنال او السيرفي بيسد. مثل ما هو مذكور في النقطة الأولى، these are conducted to estimate the frequency and distribution of disease. طبعا تدرس يعني انتشار مرض معين، مثل ما قلنا السمنة. Information is collected on several individuals at one point in time about their health status, behavior or other risk factors. مثل ما تكلم انه تعطي بس كل جمع للبيانات عن مرض معين أو عن سلوك معين على سبيل المثال، مدى الوعي بالسرطان على سبيل المثال. طبعا نستمر في نفس الموضوع. الآن لو نجي كيفية كتابة جورنال أرتيكل من هذا النوع، هنا تحتاج إلى تقسيم الجورنال أو الجورنال ستراكشر. طبعا التايتل هذا معروف، بعده الابستراكت. الابستراكت هذا شيء مفروغ منه. نجي للانترودكشن، يقول a very brief introduction summarizing the problem or need for the study. دائما في الانترودكشن تحتاج انك تلخص المشكلة ومدى الحاجة، ومدى الحاجة لدراسة هذه المشكلة. طبعا تذكر جزء من الباك جراوند، دائما اغلب الدراسات يجمعون الانترودكشن مع الباك جراوند. فلو تلاحظون الانترودكشن والباك جراوند هما واحد. عشان تكون الدراسة أكثر تفصيلا، بعض المجلات تطلب إنه انترودكشن وباك جراوند يكونا منفصلين عن بعض. The methodology of the presented study findings and what the findings mean. طبعا أهمية النتائج وماذا تعني النتائج. هذه عرض ملخص جدا في الانترودكشن. الباك جراوند تتكلم عن الدراسات السابقة، الناس وين واصلين، وتعطي عرض عن المشكلة في تفاصيل أكثر. يعني لو جينا الآن الانترودكشن تعطي يعني ملخص عن المشكلة وأهمية دراسة هذه المشكلة، جزء من الباك جراوند، ملخص من الباك جراوند ليس كل الباك جراوند. الطريقة the methodology of the present study، طريقة عرض الدراسة، جزء من البيانات، and ماذا تعني ماذا تعني النتيجة، الوصول لهذه النتيجة. الباك جراوند والانترودكشن، طبعا في الباك جراوند تتكلم عن الدراسات السابقة غالبا غالبا، هذه انا اكررها دائما، مع اني افضلها انه الانترودكشن والباك جراوند هم بيكونوا واحد. عندنا الجزء الثاني للنوع هذا من الدراسات اللي هو الكلاينت او البيشنت.
through profile description of the client or patient the aspect he present at the first meeting. طبعا بتعطي عرض عن اول زياره لهذا المريض. طبعا بتكلموا عن الفايف دبليو, who is the patient and what's she or he, where does she live, work, اللي هي الديموغرافيكال داتا ان صح التعبير لو سميناها الديموغرافيك داتا. نجي present the study اللي هي بتكون الميثودولوجي. تمام, divide this into three subtitles. طبعا هنا لعرض الدراسة, اللي هي تكون الميثودولوجي تحتاج تركز على ثلاثة أشياء. السامبل, العينة, تعطي وصف كامل لهذه العينة. تمام, describe in details the group of people you chose for your survey or study, how you chose them, كيفية اختيارهم and why. هذه أشياء في الميثودولوجي لازم أحيانا من الأفضل هي تسمى الكريتيريا, الستدي كريتيريا, الستدي كريتيريا اللي هي من هم اللي تنطبق عليهم شروط هذه الدراسة, اللي يكونون involved في الدراسة, من هم اللي يكونون rejected في الدراسة اللي هو الاكسكلوشن والانكلوشن. تمام, ثم تحليل البيانات. طبعا الفايندينجز او الريزلت هنا تقوم summarize the tabulated result in written form, تحتاج كتابة البيانات, being sure to include all result and their obviously factors meaning. طبعا تحتاج انه تكتب هنا النتائج. تمام, وماذا تعني هذه النتائج, يعني لا تكتفي بكتابة النتائج فقط, النتائج وما تعني هذه النتائج. طبعا من الاشياء الضرورية عرض النتائج في جداول وفي رسوم بيانية. طبعا الconclusion تحتاج انه discuss like the result meaning and reasonable interpretation and possibilities presented by the findings. طبعا في الconclusion تحتاج ان توسع المجال في عرض النتائج وفي ماذا تعني هذه النتائج وربطها بالدراسات السابقة. دائما الconclusion اللي هي الخاتمة تكون مرتبطة بالانترودكشن, ومرتبطة بالباكجراوند, مرتبطة بالدراسات السابقة. ثم في نهاية الدراسة يعني في نهاية الكنكلوجن تحتاج انه تعطي بعض الريكومنديشن ان فروم يور بوينت اوف فيو, من وجهة نظرك انت, وتعطي يعني ريكومنديشن لدراسات مستقبلية. هنا نكون انتهينا من الجزء الاول اللي هو الكروس سكشنال او السيرفيس. طبعا ننتقل الى النوع الثاني من الديسكريبتيف ستاديز اللي هو الكيس, الكيس ريبورت او الكيس ستدي. هي تركز على شخص مفرد, تقوم بدراسه حالته, تحديد هذه هي المشكله, ديسكرايبس ذا بروبلم اور ايلنس. لو تلاحظون هنا الكيس ستدي يوجوالي ديسكرايبس ذا بروبلم اور ايلنس اوف ا بيشنت اور كلاينت اند it details a system or therapy for helping that patient. بكل وضوح يا شباب, تقوم بدراسة المشكلة مع شخص معين. دائما تكون بالنسبة للأمراض الجديدة, مثلا أول شخص جاء للمستشفى مصاب بكورونا, هم ما يعرفون حالة هذا المريض, حالة جديدة جدا, يقومون بدراسة هذه الحالة, تقديمها في تقرير في article. ثم it details a system or therapy for helping that patient. النقطة هذه مهمة جدا, انه تقوم بوصف system, نظام او طريقة معينة لمساعدة هذا المريض. In so doing it follows a common critical thinking patterns of examining. طبعا تحتاج انه لدراسة هذه الحالة عندك background للمشكلة, المشكلة نفسها, plan for solving the problem, the application of the solution and the result. طبعا here is general pattern that somewhat typical for developing a case study. طبعا للقيام بكتابة تقرير case report أو case study تحتاج المكونات التالية, أي paper أو article تدرس دراستها على شكل case study لازم تتكون من المكونات التالية, الاستراكشر التالي, introduction, وصف للبيشنت, samples أو problem, المشكلة,
انتي دياجنوست المشكله هو التشخيص، التريتمنت بلان، النتيجه بعد التريتمنت بلان، اند الملخص كونكلوجن. في الانترودكشن، ا فيري بريف انترودكشن منشنينج ذا كلاينت، ذا بيشنت، ذا كلينيكال اورجانيزيشن هاندلينج هيم، the person in charge of providing examination and therapies or other assistance. طبعا هنا تحتاج انك تتكلم عن المريض نفسه، عن الحالة، وصف للحالة، عن وصف للمؤسسة، تعطين انه في المؤسسة الفلانية صار كذا كذا الى اخره. طبعا هنا البيشنت لو رجعنا للكروس سيكشنال، احنا سيكشنال احنا تكلمنا عن نفس الموضوع، انه ان صح التعبير دعونا نسميها، وحتى راح تشوفونها ان شاء الله في الارتكلز، يسمونها الديموغرافيكال ديتا، اللي هي البيانات للعينه، عينه الدراسه. طبعا في هذا النوع من الدراسات تحتاج انه تعطي وصف للمشكله، ديسكريبشن للمشكله، ديسكريبشن للاعراض او التشخيص صح التعبير، ثم تريتمنت بلان. طبعا في التريتمنت بلان تحتاج انه كومبوننت اوف تريتمنت، a description of the system of help or therapeutic method. تقوم بوصف الطريقة البروبوزل اللي أنت تقترحها لعلاج هذا that you or your organization chose for the person. يعني طريقة العلاج لهذه. لو تلاحظون مثلا على سبيل المثال السكري موجود يعني أكثر من guideline، اللي هو diabetes management guidelines. ف بريطانيا مثلا موجود لهم قايد لاين خاص بهم، امريكا موجود لهم قايد لاين خاص بهم، عندنا الان في السعوديه موجود اللي هو دايبيتس مانجمنت قايد لاين سعودي اريبيا. فكل بلد او كل مستشفى صح التعبير له قايد لاين، لكن يعني في الدول المتقدمه نوعا ما يكون فيه قايد لاين للجميع يشمل خطوط عريضه. يعني عفوا طلعنا عن الموضوع نوعا ما. طبعا completely don't yet discuss how you or others applied the help or therapy. في هذه الجزئية من التريتمنت بلان لا تشرح، لا تناقش how you or applied the help or therapy، لا تشرح كيف سيتم تنفيذها، لأنها هي بلان. application of treatment, description of how the treatment was given. هنا اللي هي الخطوة الثانية application of treatment، يعني اللي هي وصف لكيفية هذا العلاج. تمام، نجي هنا للريزلت. الآن أعطينا علاج، نحتاج أنه نكتب الريزلت سواء positive أو negative. طبعا في الconclusion كما هو متعرف عليه مناقشة للنتائج، ربطها مع الانترودكشن، ثم إعطاء وجهة النظر. نجي للجزء الثاني اللي هو السيريوس كيس ريبورت. طبعا هي نفس الدراسة السابقة، لكن الآن نجمع مجموعة أكبر من الدراسات التي في نفس الأريا، في نفس الفيلد، ثم نسوي لها دراسة أكبر. يعني هي إكسباند للكيس ريبورت، إنه تجمع مجموعة من الكيس ريبورت ثم تقوم بدراستهم. طبعا راح تتكلم عن نفس الديزاين. عفوا دعونا نرجع قليلا. في الكيس ريبورت، في السيريوس كيس ريبورت هو نفس الاستراكشر، عفوا هذا مو راضي يفتح معي، هو نفس الاستراكشر لو تلاحظون هنا. نفس بيكون عندك introduction، ثم وصف اللي هو demographic data، هنا وصف يعني للproblem للمشكلة، treatment plan طبعا الخطوات اللي تكلمنا عنها، ثم النتيجة. هنا الآن جمعت مجموعة من الدراسات، الديموغرافيك عندك بيكون لأكثر من شخص. تمام، وصف المشكلة هو بيكون واحد وصف المشكلة بيكون واحد، التريتمنت بلان بيكون موحد، النتيجة بتكون مختلفة لأنه بيكون في اختلافات بين الأشخاص على المستوى الفردي، فتحتاج يعني تحليل النتيجة بشكل أكبر. ثم في الخاتمة في الكونكلوجن أنت بتتكلم عن جميع
مثل ما ذكرنا، ربط الخاتمة دائما بالباك جراوند، ثم طرح وجهات النظر. هنا نكون انتهينا يعني من موضوع اليوم اللي هو الجزء الأول اللي هو الديسكريبتيف ستاديز. تكلمنا عن ثلاثة أنواع: الكروس سكشنال اللي هي تعتمد على السيرفي، ثم قلنا الكيس ريبورت، ثم السيريس كيس ريبورت. أتمنى أني وفقت وقدمت معلومات جيدة تكون مفيدة لكم. نرحب باستفساراتكم، وإن شاء الله لنا لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.